السيارة المرسيدس راح تلاقيها مصفوفة جنب المقبرة بمكانها. الستة الصبح راح توصلها لمكانها وتتركها هنيك. أنت شو بدك مني؟ أنتوا ليه هيك عم تعملوا معي؟ ليه عم تعملوا معي؟ لا تخاف. ما حيخطفوك مثل هذيك المرة. شغلتك توصل السيارة ترجع على بيتك وبتنام بحضن مرتك. هاي العنوان. ما خرج ابدا، انا ما شغلتي يوم لك. بتحب تفرجي مرتك هالفيديو؟ انت صورتني هيدا الفيديو؟ حرقت لك بيتك. حرقت لي بيتي؟ ليه حرقت لي بيتي؟ انا شو عامل لك لتحرق لي بيتي؟ يعني بدها دلالة القصة؟ بدها انك تحرق لي بيتي؟ أنا بعرف إنك ندل وحقير وواطي، بس إنك توصل فيك القصة لإنك تحرق لي بيتي، ما توقعت أبداً، ما توقعت هيك أبداً. لا تتأخر على الموعد. يعني كرمة شو الدواء؟ شو لازمك؟ خافت حرارة. إي خافت حرارة. تفضل. أدي لا ولو الله يسامحك شو مستاهل. لا مش الله يسامحه، لا بدك تدفع مثل الشاطر، وهول الزعرانات والتشبيح مش عندنا بالصيدلية. ما بستاهل خلاص يعني كرباي وما ملايب. معلش معلش يعني. لا مش معلش. تعرف شو؟ ما بقى رح نبيع. روح فتش على صيدلية تانية. تفضل فرجينا عرض كتافك. حاضر. شو في بينك وبين غزوان؟ ما في شيء. كيف ما في شيء يعني؟ ما في شيء والله ما في شيء، بس انا يعني ما بحبه يجي لعندي، يعني اي شيء بدي اياه بعطيه بسرعه بس بدي اياه يروح. وليه هيك مكركب قدامه؟ لا مكركب شو مكركب؟ ما مكركب انا ما انا ما هو ب... ب... ب...